يا ساده، صفحتنا على الفيسبوك صفحه برنامج ولا تعسره، هي صفحه بتفضل باب مفتوح ونور وبركه بينا، وهنفضل على طول بنسمع وبنتفقد بعض ونسعد ونشتاق لبعض على الدوام. ومعانا دلوقتي هنبتدي الاسئله بتاعت حضراتكم اللي بتفتح علينا باب من ابواب السعاده وابواب الهنا. ومعانا الاستاذه نورهان. استاذه نورهان اتفضلي. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا مولانا، عامل ايه؟ نعم وفضل الحمد لله. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. وحضرتك طيبه يا فندم. بعد اذن حضرتك انا كنت اسال حضرتك في حاجه انا كنت سمعتها قبل كده. اتفضلي. اسمها تصحيح نيه الزواج، ان الزواج يكون لوجه الله. انا مش فاهمه الحته دي مولانا، نوعا ما ان اغلب الناس بتتجوز عشان ليها احتياجات، يعني في بيتجوز عشان عيال، في بيتجوز عشان خاطر يخلف، يلاقي حد يرعاه، يلاقي حد يخدمه كده. فازاي مولانا يبقى الواحد بيتجوز عشان يلبي احتياجاته وفي نفس الوقت يكون النيه بتاعته خالصه لوجه الله؟ انا بحاول امسك نفسي بحاول امسك نفسي وانا بسمع الكلام بتاع حضرتك. ليه الكلام ده؟ لو رشق مع واحد موسوس هيعمل له بوظان في حياته. احنا الجواز ليه اغراض اساسيه، القيم الثلاثه اللي هو يحصل فيه الانس ويحصل السكينه والموده والرحمه. لكن الناس لو اتجوزت عشان تخلف جوازهم صحيح، لكن لو بنقول يا جماعة الخير تعالوا ننضج في جوازنا، أهلا وسهلا، وده اللي احنا بنعمله دلوقتي، تعالوا نتعلم النضوج في جوازنا. ما حدش يجي يقول لواحد في ظل هذه الحالة من حالات المزاج العام للتحريم والمزاج العام لإبطال الأعمال والمزاج العام لخراب الأعمال، لأن احنا ناس ما نستحقش نعمة ربنا، فيجي واحد يروح قايل الكلمة دي ويسيبها كده. ساء عليكم حب رسول الله، ترفقوا بالناس شوية يا ستي. تصحيح النية في الجواز ده حاجة صادرة من شخص مش قادر يربط ما بين الإرشاد الزواجي والمفاهيم الشرعية. احنا هنيجي نقول للناس ايه؟ تعالوا يا جماعة ننضج بجوازنا ونرتقي فيه، لأن في الحقيقة ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى قد أفلح من زكاها. تعالوا نخلي جوازنا أكثر رقيا. فاللي كان متجوز كده بس عشان هيفوتوا القطر، واللي كان متجوز عشان بس دي حالة لازم وكاس لازم نشربه، تعالوا نقول بقى إيه؟ تعالوا نتطور، تعالوا ناخد برامج تأهيلية وتخلينا أحسن في الزواج. ده المفهوم. أنا قدامي حد محتار، في حد قال له حاجة وسابها له وضربت في وشه. فبالله عليكم أرجوكم اللي بيتكلموا في الجواز دلوقتي من السادة الذين يتكلمون باسم الشريعة، أرجوكم إحنا محتاجين شوية تأهيل شوية، لأن في بعض الأحيان الكلام، لما إحنا دلوقتي عندنا نسبة الوسواس في المجتمع وفي الناس نسبة مرتفعة، فلما أي حد يقول كده ببساطة إحنا عايزين نصحح النية في الجواز، فواحد يقول لك طب الجواز ده، ده جواز ده عمل بنقصد بيه وجه الله، وانا ما قصدتش بيه وجه الله، طب انا جوازي ده صحيح ولا مش صحيح؟ بلاش كده. لكن تعالوا نتكلم مع الناس ان الجواز ده طاعه لله، والطاعه لله بتحتاج ان الانسان يرتقي ويتزكى، وكل ما تتزكى كل ما تتدرب كل ما تتمرن كل ما تبقى ماهر، يبقى ايه اللي يحصل؟ كل ما ثوابك يكتر. زي بالظبط في تلاوه القران، لما تقرا القران وانت بتتتعتع بيه لك ثواب لك أجر، ولما ترتقي وتبقى ماهر بالقرآن أنت مع الكرام البرة. كل ده في كل الطاعات كده، كل ما ترتقي في الطاعة كل ما ثوابك يقتل، كل ما الواحد يترقى في الجواز كل ما يبقى في لغاية ما يوصل إلى إيه؟ المتحابون في جلالي على منابر من نور. إيه ده؟ هو الكلام ده مش عليا أنا وصاحبي؟ لا، عليك أنت ومراتك، يعني أنت وزوجتك المتحابون في جلالي على منابر من نور، يغبطوا من الأنبياء والصديقون، يعني أنت وزوجتك ممكن تكونوا على منبر من نور لأن أنتوا تحببتهم في الله. فإذا إحنا محتاجين نترقى ننضج في الجواز. أرجو أن يكونون كلام واضح يا سيدة نوران، ودوت اللي أنا أرتضيه في مسألة تصحيح النية في الجواز، أن إحنا عايزين نرتقي ننضج في الجواز. نعم بعد الفصل نلتقي عشان كمان نكمل أسئلتكم المباركة ونسعد بيها ونتنور و تبقى هناك بركة وسعادة وهنا، ولكن بعد الفاصل.
رجعنا لحضراتكم ومعانا اسئلتكم المباركه ومعانا الحاجه ام احمد. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ازيك يا شيخ عمرو، عامل ايه؟ نعمه وفضل الحمد لله. انا وانت طيب. وحضرتك طيبه ان شاء الله. يا شيخ انا عندي كام سؤال. اتفضلي. اول واحد، انا عندي ابن عنده 13 سنه ومش عايز يصلي. هو قاعد دلوقتي ماشي. هو ايه؟ هو قاعد دلوقتي قدام الشاشه. طيب اوعى تقولي اسمه. لا. طيب قولي. ماشي. وانا هكلمه. حاضر. ماشي. وتاني هام، انا كنت متخانقه مع سلفتي. وسيلفي وجوزي مسكوا ببعض، وسيلفي اهني واختي جوزي راحت اهنتني وغلطوا فيا. فسيلفي الكبير جه راح مشانا، كل واحده تلزم بيت ابوها. طيب انتوا عايشين في بيت عيله ولا ايه؟ في بيت عيله. راحوا مرجعين واحده وحماتي عشان بنتها غلطت فيا وانا ردت لها الاهانه، مش عايزه ترجعني البيت. طيب. ووالدي قال كده كده انا بنتي مش هتخش البيت، اتفق قال لجوزي شوف لها بيت بره. طيب فين سؤالك بقى؟ قال اصل دي انت كده عديتي بيا كده على خمس اسئله، انهي سؤال بقى انت عايزاه فيهم؟ ما انا جاي لحضرتك اهو. انت لسه ما جيتيش، انت هنا من امبارح، يلا قولي لي السؤال اللي انت عايزاه بسرعه. جوزي بيقول لي انا ما ينفعش اجر بره وعندي بيت ابويا. طيب. وسيبني بيت ابويا. انت بتسالي بقى ينفع تاجري بره ولا لا؟ هقول لك. يلا السؤال اللي بعده. ماشي. طب في سؤال تاني، انا حماتي ساعه ما اتجوزت قالت لي ذهبك عندي ادولك بعد الجواز. هل ده يبقى دين؟ طيب يعني انت مكتوب ده، انت هي خدت منك الذهب ولا الذهب كان مكتوب في القايمه؟ لا، اول ما كنت هتجيبه بكتب في القايمه، وبابا قال لها احنا نجيب الذهب، قالت له لا انا هجيبه لها بعد فرحها باسبوع. طيب اجاوب على لي. جيت بعد الفرح ما طبعا ما اتكلمتش. طيب اجاوب. هل ده يبقى دين؟ هل ده يبقى دين؟ هجاوب على حضرتك اهو. اول سؤال، ابنك اللي عنده 13 سنه اللي هو قاعد يسمعني ده، بص يا حبيبي سيبك من كل الضغط اللي بتعمله ماما عليك. احنا دلوقتي عايزين نصلي لحاجات تانية خالص، احنا عايزين نصلي عشان احنا في علاقه بيننا وبين ربنا هتمتد وهتطول وهنمر فيها بمراحل كتيره. لازم نبتدي نتعامل مع ربنا، مش انت سامعني؟ فخليني اكلمك. سواء اسمك احمد، علي، اي اسم انت كنت فيه. احنا يا ولدي احنا في علاقه خاصه بيننا وبين ربنا. العلاقه بيننا وبين ربنا ومش علاقه بينك وبين بابا وماما. العلاقه اللي بينك وبين ربنا دي محتاجه ان انت تبتديها بدري عشان تقدر تفهم تفاصيل حياتك صح، تقدر تعرف نفسك، وتقدر كمان تدوق حلاوه ان في حاجه، في سند وفي ظهر ليك تقدر تعتمد عليه، وشخصيتك تقدر تتكون بشكل صحيح. فانا بقول لك ان الصلاه مش عشان بابا وماما عايزين كده، الصلاه لان في حد بيحبنا بيرزقنا وبيوفقنا وبيرعانا، وهو بيحب ان احنا نبادله هذا الحب اللي هو مولانا سبحانه وتعالى. فتعال نصلي عشان ده معنى من معاني الحب، معنى من معاني الصلة اللي بيننا وبين ربنا، معنى من معاني شكر حياتنا، معنى من معاني الرقي اللي ممكن نحس بيه في حياتنا، معنى من معاني النور. ومرة تانية أنا هتكلم معاك ومع غيرك عشان إزاي ممكن يكون تعاملنا مع مسألة الصلاة، وإزاي في الفترة دي نتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى. اوعى تخلي علاقتك بربنا مرتبطة بعلاقتك بباباك ومامتك. يعني لما ترفض لهم حاجة ربنا ملوش دعوة باللي انت بالعلاقة اللي بينك وبين والدك ووالدتك. ربنا هو ربنا، هو سندك اللي مالكش غيره، هو حبيبك أعظم حبيب اللي مفيش حد بيحبك قد حبه، اللي بيحبك عشان انت عبده، اللي بيحبك عشان هو كريم مش عشان محتاج منك حاجة. طب أصلي ليه؟ لأن صلاتي بتحسسني قد إيه هو بيحبني. هو ده المعنى اللي احنا عايزين نعيشه يا ابني. الحاجة التانية بقى، هل من حق ان انا اطلب سكن بره؟ بقول لزوج حضرتك حل المشكلة اللي انتوا فيها دي ان هو يأجرك سكن بره. ده من حقك؟ من حقك. من حق الزوجة ان هي زي ما فاتوا دار الافتاء، من حق الزوجة ان هي يكون لها سكن مستقل، وخاصة لو كان في مشاكل دي. طبعا. طبعا التصرف اللي تصرفه سلفك اللي هو اخو زوج كبير، ان هو تصرف ومشى الناس وطرد الناس من البيت، ده مش من حقه.
مش من حق حد ان هو يخرب بيت حد مهما كان سوء مهما كان سوء ولا مهما كان الخلاف اللي حصل. لكن خلينا نقول انت من حقك ان انت يبقى لك سكن مستقل. نعم من حقك ان يبقى لك سكن مستقل. مساله بقى الذهب، اذا كان الذهب ده هو اللي انت مستحقيه واللي اتفقتوا عليه ان هو ده يكون الصداق، اه بيبقى دين عند زوجك، دين عند زوجك بيسدده لك، حتى لو زوجتك حتى لو حماتك قالت لك ان هو عندها، لا هو دينك عند جوزك، دينك عند جوزك متى يجب؟ يجب اما بالطلاق او بالوفاه. فلابد ان احنا نكون الامور دي واضحه عندنا. الحاج علاء، حاج علاء السلام عليكم. حاج علاء، يعني السلام عليكم. اتمنى على حضرتك يا حاج علاء ان احنا نوطي التلفزيون ونسمع من التلفزيون التليفون لو سمحت. ازي صحكم يا فندم؟ اهلا وسهلا. ممكن بس نوطي التلفزيون ونسمع من التليفون؟ السؤال الاول حضرتك قرات القران الكريم لازم في اتجاه القبله؟ لا مش لازم تكون في اتجاه القبله يا حاج عبد حاج علاء. طيب حضرتك السؤال الثاني، انا واخويا عارف ليه يا حاج علاء؟ لان ورثه بعد الوالد الله يرحمه. نعم. متجوزناش لغايه دلوقتي والسن كبر، هل علينا وزر او اسم؟ انا ما سمعتش معلش يا حاج علاء، عيد السؤال تاني. وصلنا حضرتك للسن 60 سنه. حضرتك حضرتك 60 سنه؟ تمام. ورث عن الوالد الله يرحمه. ولم يتزوج حتى الان، هل علينا اسم او ذنب او كده؟ معلش. الوالد وصل 60 سنه ولا انت اللي وصلت 60 سنه؟ اخويا عنده 60 وانا 59. طيب ايه بقى فين وهو متجوز؟ ما اتجوزناش هم الاثنين طبعا الظروف الماديه، وتاني حاجه ما فيش سكن تاني، ما ينفعش نتجوز احنا الاثنين مع بعضينا، يعني كل واحد قاعد في اوضه. طيب فين السؤال؟ السؤال حضرتك طلع علينا ذنب ان احنا ما اتجوزناش او اسم او كده؟ ابدا. مين قال ان الناس كلها لازم تتجوز؟ احنا عندنا تاريخ للعلماء كده، في كتاب كتاب قال العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج. مش لازم كل الناس تتجوز على فكرة، اللي هيتجوز هو اللي تطوق نفسه إلى الجواز وعايز لازم وهو قادر على الزواج. لأن رسول الله لما قال للصحابي من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصيام، إما فعليه بالصيام حتى يستطيع الزواج أو فعليه بالصيام إذا لم يستطع الزواج. فأنت بتقول لي إحنا مش هنقدر نتجوز في بيوت مستقلة ولا هنقدر ده، لو عايز نفسك تطوق إلى الجواز وتأجر أجر وتجوز، لكن أنت لو غير مستطيع وما تجوزتش ليس عليك إثم، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك إن شاء الله الثواب الحسن ويجعلك إن شاء الله من الصالحين. أستاذ محمد يتفضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد اتفضل. ازيك يا مولانا؟ ازي حضرتك؟ نعمه وفضل الحمد لله. ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب. الله يبارك في حضراتكم يا رب. اتفضل يا استاذ محمد. يا شيخ انا كنت متزوج في بيت عيله. طيب تمام. وكان حصل مشاكل واتعمل لي عمل في البيت وطلعت اجرت مكان بعيد عن والدي. كمل بس انا مش عارف انتوا ازاي بتعرفوا ان اتعمل لكم عمل، يعني انا حاسس. انا عرفت بعدين يا شيخ، انا عرفت بعدين اتعمل لي عمل. ما شاء الله انت عرفت ازاي؟ يعني العمل اللي جه قال لك ولا مين اللي انت عرفت ازاي؟ لا يا شيخ، لا يا شيخ، جابوا شيخ في البيت بعد ما مشيت وقرا ما شاء الله كان في عمل. فانا اتزوجت وعندي عيلين دلوقتي وساكن في القاهره ووالدي في المنوفيه. فانا كنت بطلب منه ان هو بدل شقتي الملك يدي يعني يشتري لي شقه ليساعدني. تمام. طيب فين السؤال بقى؟ فين سؤالك يا حاج محمد؟ هو والدي معترض ان هو ولا عايز يساعدني ولا عايز يشتري لي شقه ولا عايز يرجعني الشقه تاني اللي كانت في بيت الملك. طيب اسمح لي اجاوب على حضرتك. عايز تقول لي اقول لوالدك ايه ولا عايزني اقول لك ايه الحكم الشرعي في المساله؟ الحكم الشرعي، ويا ريت تقول لوالدي حاجه يحن عليا بس. طيب هقول لك اهو، هقول لك بس الاول هقول لك حاجه، هقول لك حاجه صحيح في الاول خالص يا استاذ محمد. احنا تربينا شويه على شويه حاجات كده اهو عندنا، ان الاب لازم يساعد الابن في انه هو يجوزه. الحقيقه يعني سواء هو جوز اخواتك او ما جوزش اخواتك مش واجب عليه ان هو يجوزك. واستعدادك للجواز ومش استعدادك للجواز متوقف على استعدادك انت، على امكانياتك انت. لكن انا بقول للاب ما تخليش اي حاجه تمنعك ان انت تتعامل مع ابنك على انه ابنك. انت صحيح مش واجب عليك ان انت تجوزه، لكن واجب عليك ان انت تستمر في رحمته
واجب ان انت كمان تساعده ان هو يحصل له السعادة في حياته. واجب عليك ان انت تحسسه ان انت ما زلت داعم وسند له. لكن هو كمان لازم يعتمد على نفسه. انت لازم تعتمد على نفسك يا سيد محمد. والدك صحيح مش واجب عليه ده، لكن هو لازم يحسسك بحنان. بس انت كمان لازم تعتمد على نفسك. هو ده التوازن. ان انا شايف ان ابويا ده مش فرض عليه، لكن لو عمل كده هيبقى اشيله فوق دماغي واحترمه واقدره. طب ولو ما عملش كده قلبي ما يتحركش ناحيته ولو سنتيمتر عن الحب، هفضل احبه لانه مش واجب عليه. حتى لو معاه استطعت للجواز، افرض هو جوزني دلوقتي وجاب لي الشقه، هقدر اكمل انا جواز ولا لا؟ انت اللي لازم تراجع نفسك يا محمد، وانت قادر على الجواز ولا لا؟ الجواز مش رغبه، الجواز مش اراده، الجواز اداره. لازم يبقى عندك اراده للجواز ويبقى عندك اداره للجواز. فانت لازم تكون من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ولذلك ايه اللي حاصل؟ ما تاخد انت شقه ايجار يا سيدي وتقنع مراتك ان انتوا تبتدوا في شقه ايجار. واياك ان حب ابوك يتاثر في قلبك. هي دي قسوه؟ لا، دي اسمها رجوله. دي اسمها ايه؟ رجوله. زي ما بكلم الحاج ابو محمد بقول له خليك حنين وساعده، بس انت خليك راجل وقول لابوك انا مش هياثر عليا، مش هياثر في حبي ليك انك تساعدني او ما تساعدنيش. وابوك انا بكلمه اهو، ساعد ابنك عشان ابنك يفضل يحبك. احنا بشر، كل ما هتحسن اليه كل ما يزداد حبه ليك. يبقى هو ده التوازن يا ساده. لكن انت ما تروحش تقول له انا واجب عليك ان انت، ما بلاش الطريقه دي. ليه يعني؟ انت مش قادر تكتسب، قادر تكسب خلاص. يبقى انت تاسس البيت بتاعك على قد امكانياتك انت. طب واذا الاباء تفضلوا وساعدوا الابناء، ده فضل مش واجب. نعم. استاذ احمد اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ احمد. تحيه طيبه مباركه من عند الله، كلها امنيات بدوام التوفيق والسداد والاحترام لحضراتكم وفريق العمل. شكرا استاذ احمد. مع حضراتكم احمد عبد الله بشبرا الخيمه. اهلا وسهلا. شكرا يا دكتور. بالنسبه انا عشت مع والدي، عشان اكون واضح مع حضرتك، ولم ابرهما خلال حياتهم للاسف. ما كنتش تقول كمل. طيب معلش انا بحب اراجع نفسي او طيب. او اندم. قول لي طيب، قول لي طيب، قول لي كمل. اؤنب نفسي طيب. هل لي في ضوء الشرع لله عز وجل وسنه نبينا الحبيب توبه طبعا واعاده لنفسي اوفي واجبهما، اوفي حقهما في برهما؟ اقول لحضرتك تعمل ايه. اتفضل استاذ احمد. انت ليك توبه، ليس هناك ذنب الا وفيه توبه. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. يلا توكل على الله وقول ورايا دلوقتي تبت الى الله وعزمت على الا اعود الى مثل هذه المعصيه ابدا، والله على ما اقول شهيد. انت تبت دلوقتي، طب تعمل ايه بقى؟ عليك بالصدقات الجاريه بقى، وعليك ان انت تكون تعمل عمل صالح، وبعد ما تعمل عمل الصالح تقول اللهم هب مثل ثواب عمل الصالح لابي وامي. يبقى تقسم من الصدقات الجاريه لوالدك ووالدتك. الحاجه الثانيه انك انت لما تعمل عمل الصالح تقول اللهم هب مثل ثواب عمل الصالح لابي وامي. الحاجه الثالثه ان انت تدعي لهم كتير. يبقى ثلاث حاجات اهو، صدقه جاريه، تهب مثل ثواب عملك لهما، تالت حاجة تدعي لهم دائما أبدا إن شاء الله. التلات حاجات دول إن شاء الله يجبروا ما كان بينك وبينهم إن شاء الله. الحاجة أم فاطمة تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي حضرتك. أنا عندي بنتي دلوقتي متجوزة دلوقتي واحد كان متجوز، بس هو يعني كان خطيبها الأول يعني، فهو مشكله عشان حاجه يعني حاجه صغيره كده، وبعد كده رجعوا لبعض بعد ما اتجوزوا وخلف. فدلوقتي هو دلوقتي سيء المعامله معاها، وما بدهاش وش حلو، ومش عارفين زي ما انت حضرتك بتقول كده، ما فيش معامله حلوه معاها،
وهي مش لاقيه نفسها معاه خالص. طيب فين سؤال ازاي بس انا بسال حضرتك ازاي مش لاقيه معاها واتطلقوا ورجعوا ازاي يعني؟ يعني هما كانوا بيجربوا يلاقوا بعض ولا كانوا بيعملوا ايه؟ كانت حضرتك متجوزين كانت خطوبه. اه يعني هما كانوا مخطوبين وبعدين هو راح سابها فشكل الخطوبه. ايوه عشان سابته وفشكل الخطوبه وبعدين راح متجوز واحده تاني وخلف منها وبعدين رجع اتجوزها تاني. اتجوز بنتك دلوقتي. اه طيب فين السؤال؟ دلوقتي غضبانه عليه. هل دلوقتي انا دلوقتي الطلاق ليه؟ لان دلوقتي ما فيش خالص معامله حلوه معاها ومعاها ولا دلوقتي ما فيش معامله معاها خالص حلوه خالص. ان هو ما بدهاش وش حلو وكل ما اكلمها ولا انا ما كانش ليا جوازه تانية. طيب ما هو جايز ده صحيح يا حاجة ام فاطمه، وعشان يحصل بقى تعديل لهذا السلوك وتغيير ليهم خليهم هما الاثنين يشرفونا في مركز الارشاد الزواج. لان في الحقيقه انت بالظبط كده انت بتكلميني عن قصه، القصه دي انا ما اعرفش تفاصيلها ومش هقدر اعرف تفاصيلها منك، لان كل اللي انت هتقوليه ده كلام ام عن وجع بنتها مش كلام عن جذر المشكله اللي بين جوزها وازاي نشا. احنا لازم نعرف جذر المشكله ايه عشان نقدر نعالج. ما قد يكون جذر المشكله ان هو كان متوقع توقع معين من بنتك وبنتك حست ان هو في الحقيقه هو بيحب الزوجه الاولانيه وهو خدها بس في لحظه ضعف وبعدين هو مش قادر يكون لها حبيب. كل الكلام اللي حضرتك بتقولي ان في مشاعر وفي توقعات من الطرفين ما اتحققتش، فلازم نعرف توقع كل واحد فيهم كان في الجواز ايه وايه هدفه كان في الجواز ونشوف الهدف ده ممكن يتحقق ولا لا. ما اقدرش انا بناء على ان هو مش قادر يديها ريق حلو او يدي لها وش حلو ما اقدرش اقول لك الاستشاره دلوقتي على الهوا كده. احنا لازم نسمع الزوجين ونحلل مصادر المشاكل عندهم ايه ونشوف قد ايه هنقدر نحل الكلام ده ونقدم لهم مقترحات للحل، ولازم هما الاثنين يكونوا عايزين يعيشوا مع بعض. فالكلام ده كله محتاج ان احنا نشوفهم. فبعتهم لنا على مركز الارشاد الزواجي في دار الافتاء المصريه ان شاء الله يحصل كل خير يا حاجه. يا ساده احنا اتكلمنا النهارده عن نوع من انواع ما يسمى بسريان الماء في الورد، حاجه كده بتخلي الورد لسه في ريحته، بتخلي الجواز لسه فيه بيجري فيه ميه السعاده، ان يعبر الزوجين عن اشتياقهم لبعض ويتفقدوا بعض فيحس كل واحد فيهم ان هو لسه حاجه مهمه، لسه حاجة أثيرة، لسه حاجة ممكن يحس بأن هو مازال زواجه ممكن يتجدد. لكن نصيحتي وإحنا بنختم الحلقة أرجوكم ادوا نفسكم فرصة طول الوقت إن جوازكم ينضج وإن حبكم كمان ينضج وإن علاقتكم مع بعض تنضج. النضوج يا سادة مش محطة بنوصل لها، النضوج حياة بتستمر طول ما إحنا ماشيين في حياتنا. إياك تمنعوا نفسكم من إن أنتوا تنضجوا وإن حبكم يكبر ويتسع وحبكم كمان يبقى أكثر حكمة وأكثر وعيا وأكثر حرصا وأكثر كمان عطفا وأكثر حنانا وأكثر ودا. سيبوا الحب يكبر، عشان الحب لما بيكبر بيخلي كل واحد فينا أمان للتاني ويكون كمان سند، والاهتمام يبقى منور وطعمه حلو وكمان يظهر التقدير بحجمه الطبيعي. يا رب اجعلنا دايما من أهل الحكمة ومن أهل الرشاد، واجعلنا يا ربنا دائما ناضجين نحافظ على حبنا الذي أودعته في قلوبنا في جناحي المودة والرحمة. يا رب اجعلنا دائما في الحب نطير إلى ساحة رحمتك وفي ودك وفي بركتك وفي مددك بجناحي المودة والرحمة اللي بيجمعهم رأس الحب يا رب العالمين. اجعلنا دائما بحبنا لأزواجنا نصل إلى مرضاتك يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين اجعلنا في مددك على الدوام يا أرحم الراحمين.